طيب سموتريتش على الجانب الآخر يتحدث بأنه لا يمكن أن تمر هذه الصفقة إلا على طريق استسلام السنوار أولا واستسلام كل من حوله وعدم الخروج من رفح وعدم الخروج من محور صلاح الدين. يعني هذا الرأي برأيك إلى متى سيستمر ضاغطا على السياسة الإسرائيلية؟ أولا سموتريتش نعم هو وزير المالية ووزير في وزارة الأمن الإسرائيلي، ولكن هذه تصريحاته لا قيمة لها ولا أهمية لها، لأن الشباك الإسرائيلي والموساد الإسرائيلي ونتنياهو شخصيا يعرف جيدا بأن السنوار لن يرفع الراية البيضاء، القسام لن يرفع الراية البيضاء، المقاومة لن ترفع الراية البيضاء، وبالتالي تصريح سموتريتش هذا يأتي خارج النص ولا قيمة له. دعنا نعود إلى قرارات المستوى الأمني في داخل إسرائيل. الجميع يعلم جيدا بأن المقاومة عادت قوية وكأنها في اليوم الأول، المقاومة وحركة حماس أعادت ترتيب صفوفها من جديد في حي الشجاعية، في حي الزيتون، في حي الصبرة، في حي التفاح، في دير البلح، في المغازي، نصيرات، البريج، وفي عبسان وقزاعة، وأيضا بني سهيلة أي بني سيلة، وأيضا في خان يونس ورفح. إذن هيئة البث الإسرائيلية القناة 11 الناطقة باسم نتنياهو وباسم الجيش الإسرائيلي قالت بأن المقاومة الفلسطينية، حماس، سرايا القدس، القسام قد عادت كما كانت في اليوم الأول، وبالتالي تصريحات سموتريتش لا قيمة لها ولن يترتب عليها أي شيء. ولكن الجديد اليوم هو قرار الكنيست الإسرائيلي لكي يجعل كل الأصوات الفلسطينية الأخرى تصبح واضحة أمام هذا القرار اليوم، وهو تبني 68 عضو كنيست برفض دولة فلسطينية، ممنوع قيام دولة فلسطينية. انتهت أوسلو، شيعوا جنازة أوسلو اليوم، شيعوا جنازة أوسلو اليوم بقرار الكنيست، لا لدولة فلسطينية ولا الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. 68 عضو كنيست اليوم سجلوا قرار للكنيست أي البرلمان الإسرائيلي عدم الاعتراف بدولة فلسطينية وعدم الاعتراف بحل الدولتين. انتهت رؤية بايدن وشيعوا جنازة حل الدولتين إلى الأبد. يعني صحيفة يديعوت أحنوت قالت بأن حزبي شاس ويهودية هوتورا معظم أحزاب الليكود بالأساس في المجلس الوزاري يؤيدون الصفقة، ولكن إذا ما تم طرح هذه الصفقة للتصويت هل ينجح بن غفير وسموتريتش وبعض اليمنيين المتطرفين من إفشال هذه الصفقة من الممكن أن تمر برأيك؟ يعني أولا الصفقة لا تحتاج إلى الكنيست. عمليا موافقة نتنياهو على الصفقة هي تعكس موافقة الجميع. بن غفير وسموتريتش نتنياهو يستطيع ترويضهم في خلال جلسة مدتها 10 دقائق. نتنياهو يستطيع ترويض بن غفير وسموتريتش في جلسة بعشر دقائق باجتماع معهم ينتهي كل شيء، يمنح هدايا سياسية لبن غفير ويمنح هدايا سياسية ووزارية إلى سموتريتش. نتنياهو هو من يملك القرار يا جماعة. بقراءة متأنية موضوعية والسادة المشاهدين قراءة موضوعية للمشهد السياسي في إسرائيل، نتنياهو هو من يملك القرار، هو من يملك القرار، منح نفسه هذه الكاريزما. ولكن نتنياهو قال في آخر خطاب في الكنيست بأن حماس تتنازل كلما زاد الضغط العسكري. برأيك هذه الجملة ما مدى صحتها؟ أولا هكذا يعتقد الإسرائيليين وهكذا يعتقد نتنياهو، ولكن ربما الرد على نتنياهو جاء من الأمن الإسرائيلي، من الشباك، جاء من الجيش الإسرائيلي، وقال لقد تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على معظم قدرات حماس العسكرية، وبالتالي لم يعد هناك هدف لوجود الجيش الإسرائيلي، بمعنى أن مقتل أي جندي إسرائيلي يوميا هو بدون هدف وبدون ثمن. أما نتنياهو عندما يقول بزيد من الضغط العسكري على حماس تتنازل، على من يضغط؟ أطفال 3 سنوات وسنتين وسنة يتم قتلهم وحرقهم الأكفان والجنازات والمذابح اليومية على مرأة ومسمع من العالم. يا جماعة كل يوم الفيديو يبث لحظة بلحظة، يتم بث صور فيديو لأطفال ردة، أطفال ردة
نتحدث عن ماذا؟ عن أي ضغط عسكري؟ نتحدث عن الضغط العسكري بقتل الأطفال والشيوخ ونساء غزة العفيفات، نتحدث عن الأطفال الرضع الذين يقتلون. هذه ليست بطولة من نتنياهو، وهذا وصمة عار على جبين الإنسانية، وصمة عار على الاتحاد الأوروبي، على من يتحدث عن الديمقراطية، على كل دول العالم الذين تركوا الشعب الفلسطيني يتعرض لهذه الإبادة الجماعية وهذا الذبح. جينوسايد، ما يتعرض له قطاع غزة هو جينوسايد. على أوروبا أن تعلم جيدا أنها عندما وقفت في يوغوسلافيا ووقفت في رواندا عليها اليوم أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن أوروبا كلها مع إسرائيل تبنت الرواية الإسرائيلية من سوناك إلى ماكرون إلى المستشار الألماني إلى كل أوروبا. وبالتالي نتنياهو يتحدث عن الضغط العسكري يضعف حماس، عليه أن يعود إلى الإعلام الإسرائيلي، إلى هيئة البث الإسرائيلية، إلى جهاز الشباك، إلى جهاز الموساد نفسه الذي يتفاوض مع حماس في الدوحة والقاهرة، لكي يعلم إذا كانت المقاومة قد ضعفت وإذا كان السنوار سوف يرفع الراية البيضاء. أنا بتقديري الكلمة للميدان والجواب في حي الزيتون وفي حي الشجاعية. دكتور علي العور الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أشكرك بشدة على التواجد معي في هذه الحلقة، وأشكرك على كل هذه الإفادات. مشاهدنا الكرام، المنتصف لازال مستمرا، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.